الله الرحمن الرحيم. إيماني بأن الله سبحانه وتعالى اختارني في هذه القضية لأن أكون محل اختبار وابتلاء، وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنني راض عما اختاره لي بكل اطمئنان وثقة. على درب الشهداء والمناضلين الذين ضحوا من أجل شعوبهم وأوطانهم، وعلى درب النبي الأكرم وآله الطيبين، وعلى نهج أبي عبد الله الحسين وموقفه الخالد في يوم عاشوراء. وإنني أعول على الله سبحانه وتعالى في خلاصي من هذه المحنة بما يختاره هو لي، لا رأي دولي ولا مكرمة ملكية ولا ما شابه.